البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق في المسحر الخفين، في باب المسحر الخفين، ولا حديث متواترة في ذلك. فما حال الأثر عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين، أم لم يثبت؟ ولكن قد روى ذلك عدد من الصحابة يبلغ التواتر، منهم من قال 40، ومنهم من قال 60، ومنهم من قال أكثر من ذلك. ما حال الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سبق الكتاب الخفين، وما معنى الأثر؟ أولا، ما معنى سبق الكتاب والخفين؟ ما معنى هذا الأثر؟ يعني أن كتاب إشارة إلى القرآن في قوله تعالى ونعم أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي أن فيها الأمر بالغسل، فمعنى أنه يعمل بالقرآن لأنه هو آخر ما نزل، أو المائدة من آخر ما نزل، فقدم ذلك. ما حال الأثر عن ابن عباس عندك؟ صحيح. وهل ابن عباس ما يرى المسح على الخفين؟ نعم، ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه أفتى بذلك، قال البيهقي رجع إلى الفتوى بالمسح، قال البيهقي كرهه حين لم يثبت له المسح بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. وجاء عن علي بنحوه سبق الكتاب الخفين. ما حال الأثر عن علي؟ عندك عمر؟ منقطع. محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جده عليا. الأثر عن عائشة لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. عندك قضية؟ صحيح. يعني هذا في المسح على القدمين، أي لأن تقطعها بالسكاكين أحب إليه من أن تكتفي بالمسح، لا بد من الغسل. والأثر الصحيح ليس فيه ذكر الخفين، والطريقة التي فيها ذكر الخفين ضعيفة، فيها محمد بن هاجر هو الضعف، ولو ثبت عنها لقلنا إنها رجعت، فقد أحالت في صحيح مسلم لما سئلت عن مسح الخفين أحالت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأفتى عليهم بذلك. أيهما الأفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ إذا كان لابسا الخفين فالأفضل العمل بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن لم يكن لابسا فلا شك أنه الغسل، أن غسل القدمين في هذه الصورة أفضل، لأنه لا يقال أنه يلبس ثم يمسح. هل تتأتى هذه الصورة أنه يلبس ثم يمسح؟ أو ما يصلح يريد أن يتوضأ؟ إذا كان على وضوء يتأتى في صورة تجديد الوضوء، عبارة عن إعادة وليس على حدث. قال المؤلف عفى الله عنه: المسألة الثالثة اشتراط لبسهما على طهارة. دل حديث المغيرة رضي الله عنه الذي في الباب بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين على اشتراط لبس الخفين على طهارة إذا أراد أن يمسح عليهما، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي سيأتي إن شاء الله، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافا. وقال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: والشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الطهارة الشرعية في الوضوء. وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز. ولم يعتبر الأولون خلاف داود. إذن هناك خلاف عن داود، حمل التطهر على عدم وجود النجاسة على الرجلين، هذا خلاف ما عليه العلماء. مسألة الرابعة: المستحاضة وصاحب سلس البول. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها، نص عليه أحمد، لأن طهارتهم كاملة في حقهم. والمستحاضة هي التي يخرج منها الدماء في غير وقت الحيض بسبب جروح في الرحم، وسلس البول الذي يخرج منه القطرات لا يستمسك البول فيه سواء بعد قضاء الحاجة أو في أوقات متفرقة. فهؤلاء الذي عليهم أنهم يتوضأوا عند كل صلاة. وسيأتي الكلام عليهما، والشاهد هنا أنه بعد وضوئه له أن يلبس الخفين ثم يمسح عليها، لا حرج عليه، لأن هذه الطهارة التي يقدر عليها والتي أمر بها. وهذا القول قاله بعض الشافعية وأكثر الشافعي قاله بعض الشافعية وأكثر الشافعية يقولون: لا يجوز لها أن تمسح في حق فريضة لا فائثة ولا مؤداة. والصحيح القول الأول وهو قول أحمد وزفر، وهو أن لها أن تمسح يوما وليلة إن كانت مقيمة، وثلاثة أيام ولياليهن إن كانت مسافرة، والله أعلم. ومثلها صاحب سلس البول. المسألة الخامسة: إذا لبس خفه اليمنى بعد غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخفة، معناه تعجل لبس خف اليمنى قبل أن يكمل الطهارة، وهو في حال الوضوء غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فهل اليمنى أدخلها على طهارة؟ أما اليسرى فقد أدخلها على طهارة. حصل اختلاف، منهم من يقول لم يدخلها على طهارة فلا يصح أن يمسح عليها، وسيأتي أن الراجح أنه قد صارت في طهارة وهي داخل الخف، وإن كان أدخلها قبل أن يحكم لها بالطهارة لكن صارت على طهارة في الداخل. قال: ذهب أحمد والشافعي وإسحاق وحكي عن مالك أنه لا يجوز له المسح على الخفين لأنه أدخلها قبل أن يحكم لها بالطهارة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: لم يبح له المسح عند الأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، ولم توجد طهارتهما وقت لبس الأول، ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، وكذلك الطهارة لا تتبعض، فإن الحدث لا يرتفع عن جميع الأعضاء ولا عن بعضها إلا بإتمام الوضوء.
قالوا فعليه أن يخلع الخف اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى بعد تمام طهارته، لكن المعنى قد وجد وهو أنها صارت طاهرة، دخلت وصارت في الحكم متطهرة، وإن تأخر الحكم عليها حتى يكمل اليسر. فلو نظرنا إلى المعنى فالمعنى قد حصل، وإن كان وقت إدخالها لم يحكم لها بالطهارة لكونه لم يتم الوضوء. وذهب أصحاب الرأي ويحيى بن آدم وأبو ثور ورواية عن أحمد، ورجحه ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله إلى جواز المسح، لأنه قد أدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والقول الأول يعني المشروعية هو الصواب بلا شك، يعني القول الأول في ترتيبه، أما في ترتيبنا فالقول الأول لا يجوز المسح. والقول الأول يعني المشروعية هو الصواب بلا شك، وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى. هذا هو المعنى، لو أن إنسان غسل قدميه داخل الخفين، كان يكون عنده حذاء جلد، حذاء من الأنواع التي نعم تقبل الماء من البلاستيك ونحوه، فصب الماء إلى داخل الخف وغسل قدميه داخله، فما المانع من أنه تصح الطهارة؟ فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، يعني لو كان لبس الخفين جميعا ثم أدخل الماء إلى داخل الخفين يغسل قدمي داخل، فهل يجوز أن يمسح بعد ذلك؟ الجواب نعم. قال فلأن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما، وذلك فعل الطهارة خارجا عنهما، وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك، فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان حق، فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح، وهو لم يقل إن من لم يفعل ذلك لم يمسح، لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص، هل بعض المسكوت أولى بالحكم وهو من غسلهما في الداخل؟ لا شك أنه أولى بجواز ذلك، ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتادا، وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله، هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ ويوسف لما قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله، فهل يخرج أخاه الذي كان معه ثم يقول له ادخل مصر؟ وقال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وقال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك، هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول؟ فإذا قيل هذا لم يقع قيل وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعا في العادة، فلهذا لم يحتج إلى ذكره، لأنه ليس إذا فعل
يحتاج إلى إخراج وإدخال، فهذا وأمثاله من باب الأولى. وصح هذا القول أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وهو الصحيح والله أعلم. إذن فالراجح أنه أن الصورة التي ذكرت في عنوان المسألة أنه مسح صحيح، وأن اللبس صحيح، فله أن يمسح، وتعتبر طاهرة في الخف داخل الخف، بل لو لبسهما جميعا كما ذكر شيخ الإسلام، لو لبسهما جميعا قبل أن يغسلهما وغسلهما داخل الخف فهما طاهرتان باب أولى، فقد أدخلهما طاهرتين. المسألة السادسة: هل يمسح الخفين إذا لبسهما عقب تيمم؟ تيمم ثم لبس خفه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأنه لبسه على طهارة غير كاملة، أما الكمال فهي طهارة كاملة ولكنها كمال معلق إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ فيمسح فيزيل الخف، فليتق الله وليمسه بشرته فعليه الوضوء. قال: ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها، فصار كاللابس له على غير طهارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا في من تيممه لعدم الماء، أما من تيممه لمرض كالجريح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة. قال: وتعليل أصحابنا يقتضيه، نقله عنه الزركشي في شرحه. والجريح إن كان أيضا يستطيع أن يغسل رجليه، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه شرطه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وإن كان التيمم لفقد الماء فقال الجمهور لا يجوز المسح، بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل الرجلين، ونقله المتولي عن نص الشافعي. وقال ابن سريج: هو كالمستحاضة. وذهب بعض الحنابلة إلى أن له أن يمسح على خفيه كما في الإنصاف، والأقرب في هذه المسألة أنه يزيد الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين. المسألة السابعة: إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين. والجرموق هو الخف الأكبر الذي يلبس فوق الخف، كتلك الأحذية العسكرية الكبيرة قد تلبس فوق خف آخر، جرموق. انظر هل هو بضم الجيم أو الفتح، جرموق أو جرموق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يجوز المسح عليهما بغير خلاف، لأنه لبسهما على حدث، لبس الخفين الكبيرين بعد الحدث فلا يصح. وهو مذهب الشافعية كما في شرح المهذب، ونقل وجها ضعيفا عن الخراسانيين أنه يجوز، وشبهوه بترقيع الخفين وهو قول بعيد، ترقيع الخفين الأسفلين. المسألة الثامنة: إذا لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليهما، توضأ ومسح ثم لبس الجرموقين، من يجيب عن هذه المسألة قبل أن نقرأها؟ هنا لبسها على طهارة، العليا لبسها أيضا على طهارة، ولكن التوقيت على الأول، التوقيت على الأول، وهو فينتهي المسح على العليا إذا انتهى المسح على السفلى. ذهب الحنابلة إلى عدم جواز المسح عليهما، لأنه لبسهما على طهارة غير كاملة، الصحيح أنها طهارة كاملة، فأشبه المتيمم، وهو وجه عند الشافعية. وللشافعية وجه آخر في تجويز المسح، وهو وجه للحنابلة أيضا، وهو الصحيح،
لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا نسلم أن المسح ليس بطهارة كاملة، بل هو طهارة كاملة ويزيل الحدث. وقد رجح هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب، وهو قول الشيخ أبي حامد ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه، وهو الأظهر المختار، لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. انتهى. قال: الجرموق بضم الجيم كعصفور، جرموق كعصفور. الذي يلبس فوق الخف. قال: المسألة التاسعة: المسح على الخف المخرق. في هذه المسألة أقوال. القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الخرق لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما، فإن لم يظهر جاز المسح، وهو قول أحمد والشافعي والحسن بن حي ومعمر بن راشد. القول الثاني: إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم ويمسح الخف، وهو قول الأوزاعي. القول الثالث: إن كان الخرق يسيرا لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كثيرا فاحشا لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما، وهو قول مالك. القول الرابع: إن كان في خفه خرق تخرج منه أصبع أو أصبعان جاز المسح، فإن كان ثلاثة أصابع لم يجزئه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ينظرون إلى الأغلب لأن خمس أصابع، فإذا ظهر الأغلب انتقض. القول الخامس: يمسح على جميع الخفاف، يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وابن المبارك ويزيد بن هارون وأبي ثور. قال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع المسح، لو كان الخرق يمنع المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ قال ابن المنذر: وبهذا القول أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الخفين وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار. وهذا القول قال به الظاهرية ونصره ابن حزم في المحلى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام الاسم باقيا والمشي عليه ممكنا. هذا القيد هو الذي أراده أصحاب القول الخامس: ما دام المشي عليه ممكنا وما دام الاسم باقيا. أما إذا صار لا ينتفع به في المشي، ما يستطيع أن يمشي عليه، مثله مثل الحافي ولو في بعض القدم، وهكذا لو كان جوارب ذهب الفائدة ما يسخن القدم فلا يمسح. وقد رجح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الصحيح في هذا المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.